اي بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيله متكامله جامدين واسطوره، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والله بجد يا ابطال وحشتوني، والفيديو ده يعتبر ابطال فيديو استثنائي شويه، لان انا المفروض انا لسه راجع حالا من الامتحان، واتفاجئت يا ابطال ان في ناس كتير قوي كانت كاتبه لي على الانستجرام، تمام، وقاعده بتقول لي يا بلال الحقنا بسرعه، الحق دي لعبه روبلوكس واقفه. قلت يا جدعان واقفه ازاي؟ ما انا قاعد اهو وبعد بشوف يا جدعان لعبه روبلوكس شغاله قدامي، وبنزل وبطلع وبعمل كمان ريفرش وشغاله. طلع يا ابطال ان فعلا امبارح شركه روبلوكس كان فيها مشكله، وناس كتير قوي كانت نزلت فيديوهات على التيك توك امبارح، يعني بالليل تقريبا، امبارح بالليل، ناس كتير قوي قعدت تعمل فيديوهات وتقول ان شركه روبلوكس وقفت. وفعلا يا ابطال كانت بتظهر رساله غريبه قوي للناس كلها وللمستخدمين روبلوكس كلهم. تعالوا يا ابطال نشوف. بطل من ابطال بعت لي على الانستجرام وبيقول لي في موضوع مهم قوي، روبلوكس بدات تقف عند بقيه الدول وناس منزله في التيك توك كده، اتمنى اتحقق عن الموضوع. تعالوا يا ابطال نشوف الفيديو مع بعضينا. المفروض ان الفيديو ده فيه كل الفيديوهات، تمام، تجميع الفيديوهات كلها. زي ما انتم شايفين مكتوب روبلوكس از باند ان رومانيا. زي ما انتم شايفين يا ابطال المفروض اللي كمان يعني روبلوكس وقفت في رومانيا، يعني بصراحه مش عارف ايه ده، والشخص كاتب ريب. وتعالوا نشوف الفيديو اللي بعده، مكتوب ان روبلوكس هتتمسح في 2022. ايه يا جدعان ده؟ لحظه انا عايز افهم بس في ايه، هي ليه روبلوكس انا حاسس ان هي مخبيه عننا يعني اخبار كتير قوي، وحاسس ان مفيش تحديث، وحاسس ان هيبقى في حاجه سيئه جدا جايه في الطريق. انا خايف بجد يا جدعان، مش عارف مين ده اللي بيقول ان روبلوكس هتقف. زي ما انتم شايفين ده شخص تاني بردك على التيك توك بيقول ايز روبلوكس معرفش شاتنج داون، اللي هو يعني وقف التاني اجين، تمام، وقعد كل شويه يعمل كده. بصوا زي ما انتم شايفين زهق ومش عارف يعمل اي حاجه. تعالوا نشوف فيديو تاني يا ابطال، مكتوب روبلوكس شات داون اجين. بردك يا ابطال دي واحده قاعده على الموبايل وللاسف سالت لما تصور اللي بيحصل لها، لان الموضوع ده زاد عن حد وكل الناس مش مصدقه ايه اللي بيحصل. دخلت من على اللابتوب كمان بتاعها ولقيت نفس الكلام يا ابطال، ودخلت من على التابلت بتاعها ولقيت نفس الكلام. بصراحه موضوع حزين قوي وبجد رخم قوي. بردك يا ابطال الرساله دي تقريبا ظهرت لي امبارح وانا جاي بفتح روبلوكس بالصدفه، لقيت بطل من ابطال بيقول لي خش على روبلوكس وشوف مالها يا بلال. دخلت ولقيت الرساله دي جت لي على الكمبيوتر، وزي ما انتم شايفين بردك جت لحد من الاجانب بردك، تمام، وبردك الرساله دي مشهوره قوي بتيجي عند كل الناس. دلوقتي يا ابطال احنا هندخل على لينك هو بعته، تمام، والمفروض ان الشخص ده بردك يعني بردك اجنبي وبيلعب لعبه روبلوكس على التيك توك، تمام. بيقول الرساله دي زي ما انتم شايفين بتظهر في الموبايل، كاتب اون موبايل، تمام، زي ما انتم شايفين بيعمل ريفرش وكل شويه بتجيله كونكشن ايرور، وهنا اون بي سي زي ما انتم شايفين بتجيله 503 سيرفر. معرفش ايه بجد يا ابطال، انا مش عارف ايه المشكله دي. لازم يا ابطال نشوف ايه المشكله دي بجد ونحقق في الموضوع ده. الموضوع يا ابطال ابتدى يبقى غريب قوي. بص يا ابطال اقول لكم على حاجه بقى، انا يا ابطال عملت حساب على التيك توك اسمه اي بي جيمنج، تمام، اي جي اي بي جيمنج اي جي، ركز كده يا باشا في الاسم عشان هو ده الاصلي. طبعا يا ابطال الحساب اسمه اي بي جيمنج اي جي، تمام، ده يا ابطال الحساب الاصلي، في 623 متابع، تمام يا ابطال. والمفروض يا ابطال اللي انا قلت يعني في المنتدى من كام يوم كده، لو الحساب ده وصل 1000 فولو ان شاء الله يبقى في توزيع هدايا. هفتح بس مباشر ويبقى في توزيع هدايا، انا مش عايز اقول اسمها ولكن انتوا اكيد عارفينها يا ابطال، واكتبوها تحت في الكومنتات بردك عشان اتاكد انكم عارفينها ولا لا. وكل شخص هيكون ليه هديه، اي حد يدخل اللايف ده يعني ان شاء الله يبقى ليه هديه حلوه جدا. بجد يا ابطال متحمس قوي قوي قوي، عايزين بقى يا ابطال نوصل الحساب، تمام، اللي هو اي بي جيمنج اي جي ل 1000 باذن الله، عشان اول ما نوصل ل 1000 هيكون في بث مباشر على طول، تمام، واوعى يفوتك البث، ها، يعني خليك كده متابع الحساب واقعد شير لاصحابك لحد ما نوصل 1000 وهتلاقي احلى بث مباشر. خلونا بقى يا ابطال نكمل في التحقيق بتاعنا اللي بصراحه انا مش عارف اعمل فيه ايه. انا مش عارف بصراحه شركه روبلوكس ليه دايما بتعمل فينا كده، يعني انا قاعد بمتحن وبذاكر وكده، واكيد طبعا انتوا قاعدين بتمتحنوا، اوعى تكونوا ما بتذاكروش، ها، لازم كل ابطال يذاكر عشان نخلص الامتحانات وبعدين نشوف بقى تحقيقاتنا ونرجع للعبه روبلوكس اللي كل شويه تقف ده. يعني انا تعبت والله. بس يا ابطال تتوقعوا يعني روبلوكس بتعمل كده ليه؟ هل فعلا في هاكر بيحاول يطارد لعبه روبلوكس، ولا الموضوع ده فيه ايه بجد؟ يعني بقول لكم ايه، بلاش نتكلم كده وخلاص، تعالوا ندخل على التويتر لان احنا دايما متعودين ندخل عليه. زي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي دخلت على حساب روبلوكس الرسمي اللي فيه 4 مليون فولو، تمام يا ابطال. هننزل شويه، ايه ده؟
منزلين فساتين يا جدعان ولعبة روبلوكس وقفت امبارح. بيقولك لقد كان من الرائع رؤية العديد من المبدعين وهم يستكشفون الإمكانات التي توفرها معرفش ايه لايرد كلوزينج مع توسيع الميزة تدريجيا. من المثير معرفة أن رؤية مجتمعنا وإبداعه سيتوسعان معه. يا جدعان يعني انتوا لحظة بس، انتوا قاعدين بتظبطوا في السكنات والحاجات وحلو جدا والله، انا ما قلتش حاجة يا روبلوكس، ولكن شوف اللعبة بتاعتك اللي بتقف دي اللي كل شوية مفيش ابدا يعني مفيش حد عارف يستمتع باللعبة. ما هو يا جدعان ده غلط برضك بصراحة. اه ماشي جميل الفستان حلو والله، ولكن يعني ايه يا جماعة في ايه ده؟ ما هو البنات قاعدة بتدخل على حساباتها مش عايزة تفتح، هيلبسوا الدرس ده ازاي بقى؟ مش فاهم. خلونا كده ابطال ننزل شوية. كاتبين للمطورين لاحظوا اذا كنت تتقن تأثيرات الجسيمات فليس هناك الكثير الذي لا يمكنهم فعله، ما هو الشيء الذي صنعتهم ايه معرفش صنعته معهم وكان المستحيل مش فاهم والله هو بيقولوا ايه، ولكن تقريبا دي حاجة ليها علاقة بالديفولبر اللي هو يعني تبين تفصيلة التفصيل في اللعبة تقريبا او في الماب حاجة زي كده. ده حاجة خاصة بالمطورين. ايه ده كيف ايه ده معرفش ايه الكلام ده برضك. تعالوا نشوف الفيديو. او ماي جاد والله حلو قوي. بصوا اللي هو يعني في الصبح كده في النهار ومفروض كده بالليل تمام، والله بجد حلو. ولكن برضك يعني لو لاحظتوا ليه شركة روبلوكس يا جدعان ماشي يعني المفروض دي ابطال شركة عندها 4 مليون فولو، يعني المفروض اي حاجة تحصل في اللعبة اول ناس يكونوا قايلين كده يعني هم اكيد يعني مش احنا مش الناس اللي بتلعب اللعبه المفروض يعني هم اللي يقولوا قبليها احنا متاسفين جدا. مش لازم كل شويه الموضوع يطلع ترند والناس كتير قوي تتكلم، مستخدمين روبلوكس يعملوا فيديوهات على التيك توك كتير وفجاه شركه روبلوكس تتكلم وتقول يعني ليه حصل كده. بجد ابطال شركه روبلوكس الفتره الاخيره بتعمل حاجات غريبه. انا قلت ان خلاص بقى يا باشا 2022 دخلت علينا وهنشوف احلى بقى روبلوكس في الدنيا ومع احلى تحديث اسطوري وكلنا متحمسين، ولكن اللي حصل ده الصراحه مش كويس خالص. ان كمان يعني في ابطال كتير قوي بعتولي على الانستجرام غير البطل اللي هو اياد تمام، المفروض اياد اصلا هو بيعمل معايا فيديوهات شورتس ولكن هو صراحه بيبعت لي تحيات اسطوريه زيه، وبرضك في ابطال كتير قوي بتبعت لي تحيات حلوه قوي زيها. المره دي كمان مش ابطال بس اللي بعتولي، لا ده كمان ناس من امريكا على رومانيا على بلاد كده غريب. بصوا يعني كل بلاد العالم فجاه كده روبلوكس وقفت فيها، ولكن انا عارف اللي هي رجعت وفتحت تاني ودلوقتي فاتحه قدامي اهي، ونعمل ريفرش اهو قدامكم في الفيديو فاتحه وكل حاجه تمام. ولكن أنا بتكلم على بعد كده، سيبك انت من كام ساعة ولا كام يوم اللي بيشتغلوها يعني اللي بتشتغل فيها. خلونا كده يا ابطال نشوف يعني التويت اللي هم منزلينها دي. يساعد استيراد الشبكات حقا في تجميع هذه التجارب التفصيلية عالية الجودة معا، مع ذلك دعونا لا نتجاهل تأثيرات المياه هذه. تعالوا كده نبص. او ماي جاد ايه ده والله العظيم جامده جدا. طب والله يا ابطال بجد يعني هي حاجه حلوه. او على فكره ابطال في الفيديوهات لو كده عايزين ندخل على الماب دي يعني كمان انا يعتبر عندي كارت شاشه الحمد لله بيشغل الحاجه دي يعني الميه دي هتبان وكل حاجه الجرافيك هيبقى عالي. ايه ده يا ابطال لحظه المكان ده شبه لعبه انا عارفها، المكان ده شبه لعبه فورتنايت صح؟ قولوا لي تحت في الكومنتات يا ابطال حاسس المكان ده بجد شبهه. بجد هي حاجه غريبه اول مره اشوفها، ولكن البحر بجد اسطوري جدا 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 يا ابطال. بردك ايه ده شركه بلوكس يا ابطال ايه ده او ماي جاد. بصوا بصوا قاعدين يعني لحظه يا جدعان انتوا قاعدين بتعملوا والديفلوبر وكل المصممين قاعدين دلوقتي بصوا ايه ده كمان قاعدين بصوا بيصنعوا بيت وحاجات كتير. طب فين اللي لعبه روبلوكس وقفت يا جدعان؟ لعبه روبلوكس وقفت امبارح فين؟ طيب انتوا ما قلتوش ليه اي حاجه ولا قلتوا للناس؟ انا بجد مش عارف ليه شركه روبلوكس بتعمل كده، ولا هي خايفه تقول عشان الناس ما تلعبش اللعبه تاني، ولا ايه اللي بيحصل؟ بجد يا ابطال انا مش فاهم حاجه. قولوا لي تحت يا ابطال في الكومنتات يعني ايه رايكم في الموضوع ده، وهل فعلا لعبه روبلوكس وقفت عندك يا بطل ولا لا؟ فبس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده ايه بجيمنج ابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي ايوه بقى اوه اديله اوه.